الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، كتاب التوسل إن شاء الله حنشرح فيه درسين الجمعة دي والجمعة الجاية، من الظهر من بعد الجمعة لحد المغرب، وحيكون عندنا راحة بسيطة زي 10 دقائق قبل صلاة العصر عشان الزول يجدد نشاطه وتتوضى وكده وتجي راجع تاني بنشاط. وموضوع التوسل أنا بعتبره أهم موضوع بيننا وبين الصوفية في العقيدة والتوحيد. ليه يا جماعة؟ لأنه الشبهات فيه كثيرة، أكثر باب في العقيدة فيه شبهات، الصوفية والرافضة الشيعة كثروا فيه الشبهات. هو موضوع شنو يا جماعة؟ التوسل. عشان كده أنت لما تمشي أي جامع تتكلم عن التوحيد، عن دعاء غير الله وحكم دعاء الموتى، لو قام صوفي داري ناقشك بلف الموضوع من دعاء غير الله يقول لك يا مولانا ده شنو؟ توسل. ليه بقول لك ده توسل؟ وفاهم، لأنه هو عارف الشبهات في التوسل شنو؟ كثيرة، وبعضها شايك شوية، شايك عشان يجوطك أنت. ومن هنا كانت الفكرة في كتابة هذا الكتاب وجمعه وتأليفه، وجمعنا فيه بحول الله وقوته ومنته وفضله معظم أو كل الشبهات الجابة شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع التوسل في كتابه قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، وكذلك كل الشبهات جاب الشيخ الألباني في كتاب التوسل أنواع وأحكامه، وزدنا عليها الشبهات أجابوها الصوفية الليلة جديدة في الساحة في موضوع التوسل، حتى ما هي موجودة في كتاب قاعدة جليلة ولا موجودة في كتاب التوسل للشيخ الألباني. فمن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب. والمفترض أي زول فيكم دار يكون داعية للتوحيد أو طالب علم يجب عليه إنه يحفظ ما في هذا الكتاب من نصوص من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ومن شبهات أتى بها الصوفية والشيعة الرافضة في قديم الزمان وحديثه الآن. لابد تحفظ الكتاب ده، لابد. وما في زول يقول يا جماعة أنا والله ما بقدر أحفظ راسي ده، ما أعرف ماله. أنت ما حاولت تحفظ، أو لو فتحت تحفظ بيقوم بيجيك رسالة هنا بجوك بجوك، تقوم تفتح مجموعة شنو كده 1، مجموعة شنو كده 12، ما بتحفظ والله، ما بتحفظ. لا يمكن أنت قالوا صاحب بالين شنو وصاحب سرجين وقيع، أنت ما ممكن أخذت الموبايل والرسائل بتجيك تريد تريد وأنت عامل فيها بتحفظ، ما بتحفظ. تفتح الرسالة والرسالة بيكون فيها رابط وتخش الرابط تفوت بيطمرك بغادي، والكتاب هو ده قاعد راجيك، كتاب منتظرك تحفظه عشان ترد على الصوفية عشان تنشر التوحيد. لك لا والله يرسلوا فايدة عظيمة، قال ابن القيم وين في كتاب الفوائد؟ لا لا لا، الدواء الدواء، لا 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 لا، وين؟ في الواتساب، ما قال ابن القيم ولا حاجة. فأنت لابد تهتم بالشيء أول حاجة عشان تحفظ. ثم ما في إنسان ما بيقدر يحفظ يا جماعة، ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في كل حاجة، عقلك، حفظك، قوتك، صحتك، أي شيء ماشيك في الواطة أحسن تقويم. لكن أنت اللي بتخرب براك. الإمام البخاري سألوه قالوا له كيف حفظت العلم ده كله؟ وصحيح البخاري براه قال انتخبت من كم؟ من 100,000 حديث،
كلها صحيحة. قال احفظوا 400,000 حديث غير صحيح و100,000 حديث صحيح اخترت منها صحيح البخاري. ده في قلبه 400,000، نص مليون حديث ما صحيح، خدت في قلبه عشان يعرفوا ما صحيح، و100,000 وال100,000 اختار منها صحيح البخاري. وعلم غير ده، غير الحديث عنده علم تاني، حافظ القرآن بالروايات والتفاسير والفقه غير ده. نحن بنتكلم عن صحيح البخاري بس، الجامع المسند الصحيح. فقالوا لي كيف جمعت ده كله، جمعته كيف، الحفظ ده كيف؟ قال بكثرة النظر أو بإدامة النظر. يعني ده يحفظ لابد شنو؟ لابد يقرأ كثير، يكرر الحاجة كثير، يقرأها تاني بعدين يقراها تاني يقراها تاني يقراها، ما يستسلم. اكيد بتنطبع شنو في ذهنه، بل والله مرات تحفظ الحاجه دي وين، لو قال لك وين تقول في كتاب كده وقاعده في الصفحه بالناحيه الشماليه في السطر الاول بيجاي بيجاي، تكون حافظ حتى شكل الصفحه من كثره شنو التكرار والمداومه. لكن لا يمكن انت تقرا مره واحده كده وتقول خلاص انا حفظته، ان جا صوفي قال لك شوف هات يا عباد الله احفظه، أو توسل آدم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تعرف ترد ولا تعرف أن الحديث ده باطل الموضوع. فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن مسلم الفهري في الرواية الأخرى في الطريق الآخر. فلازم تداوم النظر، تكرر. والمفروض يومي الصباح تقوم تدي تقرأ موضوع العقيدة ده تقرأه، وبالذات موضوع التوسل، لأن الشبهات فيه الأكثر من أي باب من أبواب التوحيد الأخرى. علم الغيب مثلا صوفيا تلقى عندهم شبهتين، يا سارية الجبل الجبل، و عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد، بس اثنين لو بالغت تلقاها ثلاثة بس او اربعة، قول ما في ثاني. الحجبات والتمايم، يقول لك عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيعلق على شنو؟ على اولاده، كذب والحديث ضعيف، حديث ضعيف لانه في اسناد محمد بن اسحاق بن يسار وهو مدلس وقد عنعنه، قصه ضعيفه. شبهاتهم فيه بسيط بسيطه، لكن ده شبهاتهم فيها بالكوم والردوم، انت لازم تقرا الموضوع ده كثير. انا ده اوريك اول شيء اهميه هذه الماده واهميه هذا الكتاب. طيب نبدا اقرا وتس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب التوسل والرد على الشبهات التي حوله، إعداد الشيخ مزمل فقيري حفظه الله. التوسل لغة معناه التقرب إلى المطلوب، تقريض. كتاب التوسل والرد على الشبهات التي حوله، إعداد الشيخ مزمل الفقيري، تقرير فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله، رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا. وأيضا راجع الكتاب وأقره وأذن بنشره فضيلة شيخنا مسعود الأفغاني، وده كثير من الناس ما بيعرفوا، ده شيخنا مسعود حقاني الأفغاني، زول عالم في اللغة العربية وفي التفسير، ويأتيه الطلبة هو جالس في مسجد قباء بالمدينة، مسجد قباء قاعد في المسجد في الواطة ورا هناك، لو زول مشى تلقاه قاعد ورا بيدرس في الواطة، بيجوا الطلبة من جميع أنحاء العالم. أي كتاب في راسك، أي كتاب بتجي تجيبه تقرا عليه وبيشرح عليه، واثنى عليه علمائنا ومشايخنا كثيرا، اثنوا عليه كثير. نعم. قال المؤلف حفظه الله: التوسل لغه معناه التقرب الى المطلوب والتوصل اليه برغبه. قال ابن الاثير في لا مقدمه، اقرا المقدمه. اما بعد فهذه رساله مختصره. أي كتاب يا جماعة دار تعرف موضوعه شنو وقصد المؤلف منه شنو، لازم تقرأ مقدمته.
قال المؤلف حفظه الله: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في بيان التوسل المشروع وأنواعه، وبيان ما يضاده من البدع في هذا الباب الذي هو من أهم الأبواب في العقيدة، وكذلك هو أكثر باب أدخل فيه الصوفية البدع والمحدثات والشبهات التي أثروا بها على كثير من المسلمين فأوقعوهم في الشرك غير الله، بما كان له أكبر الأثر في ضعف المسلمين اليوم في جميع أنحاء العالم. نعم، أكثر باب من أبواب التوحيد والعقيدة الصوفية دخلوا فيه والبدع ودخلوا فيه الشبهات والشركيات هو باب التوسل على الإطلاق، أكثر باب. نعم. ولذلك كان واجبا على أهل العلم والدعاة إلى الله أن يبينوا المنهج الصحيح في ذلك، وينشروا التوحيد ويردوا على هذه الشبهات حتى تصفو العقيدة. وما حتقدر ترد على الشبهات أبدا إلا بالعلم. الشبهات ما دار لها عضلات يا جماعة، الشبهات دار علم. فلو ما تعبت وقريت وتعبت وبتقرا وتراجع وتحفظ وتسمع ما حترد على الشبهات أبدا أبدا. وأصعب علم إنك ترد على الشبهات. عشان كده الإمام السعدي رحمه الله في مقدمة تفسيره، تفسير السعدي المعروف عندكم، ذكر عبارة قوية، قال يعني: ومن الأشياء التي ركز عليها القرآن الرد على أهل البدع ومناظرتهم، قال: وهذا باب لا يستطيعه إلا الخواص من العلماء الربانيين. ده باب صعب، لأنه أنت الخصم ده ما أعرف أجيب لك هاته شبهة صح ولا ما صح، حتى لو حافظ شبهاته يمكن تمشي دار تواجه يقوم يطلع لك شنو؟ شبهات جديدة. فده موضوع صعب. ومع العلم كونك تكون متعلم الكتاب والسنة والرد على الشبهات وكده، لابد تكون مستعد تراجع. مثلا عندك كلام عن الشيوعيين، لابد تراجع كتبهم كلها تشوف الحاصل شنو. وما ننصح أحد بقراءة كتب أهل البدع، حرام تقرأ إلا لمن تخصص في ذلك إذا دعت الحاجة إليه. عندك محاضر عنه لابد ترجع لكتبه. نمرة اثنين، لابد أن تكون ذكيا حاضر البديهة، لابد يكون عندك ذكاء غير العلم، يكون عندك شنو؟ فطنة وسريعة البديهة زي ما بيقولوا الناس. ويحكى في سرعة البديهة، شيخ الألباني جاء رجل وقال له: أنا بعلم الغيب، صوفي يدعي الرجل انه يعلم الغيب. الشيخ الألباني قال: اريد ان اسالك سؤالا، لانه قال ده لنظر الشيخ. فقال: ما هو السؤال؟ قال: سبحان الله، تعلم الغيب ولا تعلم سؤالي؟ اذهب، الموضوع انتهى. فدي سرعه بديهه وذكاء من الشيخ الألباني. فغير العلم لابد يكون عندك شنو؟ ذكاء. احيانا الخصم ده بيقول كلمه يكون فيها نسف في باطله كله، كلمه واحده بس، انت لابد تكون منتبه، تكون ذكي. نعم. فلهذا ولذلك افتح المايك. وينشر التوحيد ويرد على هذه الشبهات حتى تصفو العقيدة ويسلم المسلمون من شرهم وتنهض الأمة وتقوى، ولا يكون ذلك إلا بالرد العلمي من الكتاب والسنة لفهم السنة. طبعا الأمة الإسلامية يا جماعة ما ضاعت إلا بسبب العقائد الفاسدة، وأعظم وأخطر نشرها الصوفية، والصوفية أكثر من الشيعة في العالم بالمناسبة. يعني عدد الشيعة وعدد الصوفية في العالم ما في مقارنة ذاته. فالصوفية هم سبب البلاء في العالم كله، كل العالم الإسلامي وغير الإسلام. لأنه حتى الصوفية في ألمانيا وإيطاليا وبتاع، بيجي الزول الخواجة اللي كان يهودي أو نصراني ده يسلم، بيلقى الطريقة البرهانية، بيقول له: أشهد أن لا إله إلا الله، بيقول: أشهد أن لا إله إلا الله،
بيسوقوا يعبد قبة البرهان، يبقى مرق من لا إله إلا الله، دخل بالباب ومرق بالشباك. والله العظيم جد ما في حاجة. وكان خير أول، لأنه الآن قايل نفسه شنو؟ قايل نفسه مسلم. أخير قبل عارف نفسه كافر، الآن قايل نفسه مسلم هو مشرك. دي مصيبة، دي ميتة وخراب ديار. فهم اللي خربوا حتى الاقتصاد تاع المسلمين، لأنه لما ظهر الشرك وانتشر الشرك عند المسلمين ربنا جوعهم وأهلكم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني لما أشركوا يعني. فلما أشركوا ربنا أهلكم بالجوع وبالأمراض وبالحروبات. والمسلمين الآن ضعيفين، أقل يهود ولا أقل نصارى بأقل أسلحة يدرش المسلمين كلهم ويكتلهم وفوتهم ويغتصبوا نساءهم. السبب الشركة النشر الصوفية. يبقى الزول الواعي منكم الدائرة الاقتصادي تصلح والناس تأكل سمح، والدائرة الأمة الإسلامية تبقى قوية ويحرروا الأقصى وفلسطين وغيره وغيره وغيره، ده الزول اللي بيدعو للتوحيد وبيحارب الشرك النشر الصوفية بالمناسبة. وده بيجاوب على السؤال، يجي يقول لك أخو مسلم يقول لك أنت ما بتدعو للجهاد، ده أعظم جهاد، لكن أنت ما فاهم. إذا عقائد الناس اتصلحت الناس اللي حينتصروا على اليهود والنصارى. عشان كده قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا شنو؟ ما هي مسلم، قال أنا مسلم. يا مسلم دي عامة، يا عبد الله يعني الموحد، عبد الله ما عبد البرعي، يا عبد الله ما عبد الكباشي، عبد الله ما عبد الصابونابي، عبد الله ما هي واحد يقول مسلم. الحديث زي كده، يا مسلم الحجر ذاته والشجر، الشجر يقول له يا مسلم يا عبد الله انت الموحد ده، هذا ورائي، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. فالبيقتل اليهود هو عبد الله وليس عبد المكاشف. يبقى الدائر فيكم انتو ديل انه الامه دي تنهض وتقوى ونهزم اليهود وننشر الاسلام والمسلمين يعيشوا حياه تمام، الناس كلها ماكله وقروش وبترول وذهب، ده اللي بيدعو للتوحيد. اما الاخ المسلم اللي بيجي يقول يحك كرشته يقول لهم الامه كلها بخير، امه محمد بخير، عرفتها؟ ده الدار يجوع الامه، والله العظيم ده. فلا بد تفهم وتميز بين الحاجات دي. انت طالما بتدعو للتوحيد باخلاص وبتحارب الصوفيه والشرك باخلاص، انت الداير تكون سبب في انه الامه دي شنو؟ في الدنيا دي، خلي الاخره، في الدنيا دي تنهض وبعدين الاخره. نعم. فلهذا كانت هذه الرساله في بيان التوسل، وقد ميزتها عن غيرها باني جمعت فيها كل الشبهات القديمه والحديثه التي اثارها عباد القبور في موضوع التوسل. عباد القبور، احيانا يكون انت في مسجد في الحله عندكم يقول لك هذول يتكلم في التوحيد في الشرك، ما عندنا اي مانع، بس ما تجيب لنا اسماء، صح ولا ما صح؟ لا اسماء احزاب وطرق، لا اسماء شنو؟ مش نايم شيوخ. قول لهم جدا مش بالتوحيد ده اقبله، هاي يتكلم. قول لهم يا اخي والله عباد القبور يقولون. اي زول يزعل يقول انت بتعبد غير الله، انت بتعبد القبر، زعلان ليه انت؟ انا قلت عباد القبور، ما قلت صوفيه ولا قلت برعي ولا غيره. والشيخ محمد امان الجامي كان بيسوي كده، دروسه دي كلها في الحرم النبوي تقلبين، دروس اللي بتسمعوها المسجله دي اغلبها في الحرم النبوي. والحرم النبوي والناس فيه شنو؟ متجددين، بيجوا العمره دي ناس جداد والعمره الجايه وبكره وبعد بكره، ناس متجددين فيهم صوفيه وفيهم ملاحده وكلهم اللي في النهايه دول قايل نفسه مسلم بيجي. فالشيخ من ذكائه قال عباد القبور، جماعه تلقاهم زعلانين لكن ما بزول قادر يكورك، لانه لو كوركت معناته انت بتعبد القبر، ولو سكتت معناته مقصود الصوفيه وانت منهم. فزول يكون ذكي يا جماعه، احيانا واحد داعيه لكن يكون احمق. لا لا والله إننا نكون البرعي، ينزلوا من المنبر يجيبوا تلميذ البرعي يركب، بعدين اولاده ومرته يجوا يصلوا معاه لانه جامع جنب البيت، دي خساره ولا ما خساره؟ فزول يكون ذكي يا جماعه. عندك منابر بتتفشى فيها تمام، حقتنا صح؟ حلقة شنو حلقة شنو فك اي حاجه انت دايرها،
لكن في حتات ما حقتك المسجد ما حقك. وإن شالوك بيجيبوا شنو؟ بيجيبوا زول البرع ذاته بيمسك. وإنت كما حضرت ناس البيت بيحضروا جوا عينك تكون أنت السبب بالمناسبة. وهل اتنازلت عن التوحيد؟ نازلت؟ وتكلمت عن الصوية ولا ما تكلمت؟ تكلمت. فالدعوة دي قالوا الدعوة الوحيدة اللي ما بتتخنق ما بتتمسك. والله أملس من صابونة لوكس. يمسكها كده تطير، يمسكها كده تطير فلت. أصلا ما يقدر يمسكوها الدعوة دي. ما بتتمسك نهائي. بس الزول أنت ده تكون فاهم بس. الدعوة دي ما بتتمسك. لكن أي دعوة تانية بتقيف وبتتمسك. ده حقة الله تقيف كيف ولا تتمسك كيف. لكن الداعية يكون رجل فاهم. عشان كده عمر بن الخطاب قال يا له من دين لو كان له رجال، رجال فاهمين يكون. ورددت عليها بالأدلة الصحيحة وأقوال أهل العلم من السلف الصالح ومن بعدهم، واختصرتها لتسهل قراءتها وتداولها والانتفاع بها. والشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين، وفضيلة شيخنا مسعود حقاني الأفضالي على مراجعتهما وتصحيحهما لهذا الكتاب. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التوسل لغة معناه التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة. قال في اللغة واضح. أنا لما نسكت ما أشرح معناته الحاجة أنا شايفها شنو؟ واضحة. لأنه الكتاب كبير، نحن إذا نخلص الليلة والجمعة الجاية. فلما نسكت ما أشرح معناته أنا شايف الحاجة دي واضحة. لو في زول شايفها ما واضحة ينبهنا. نعم. قال ابن الأثير في النهاية: الواسل الراغب، والوسيلة القربة والواسطة، وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها وسائل إلى غير ذلك. معنى الوسيلة في القرآن المجيد: وردت كلمة الوسيلة في القرآن في آيتين، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، المائدة. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، الإسراء. أما الآية الأولى فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: يا أيها الذين صدقوا، يا أيها الذين صدقوا الله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب. انتبه للآية الأولى دي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. دي الصوفي بيجيبها لك لما تقول دعاء غير الله شرك، والناس اللي بيستغيثوا بالكباشي ده شرك بالله، وتجيب الآيات: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة، وغيرها من الآيات. يقوم يقول لك ده توسل، والتوسل موجود في القرآن. وابتغوا إليه الوسيلة، يقوم يجيب لك الآية دي، والآية دي ما عندها علاقة بدعاء غير الله. ولا الوسيلة هنا معناته تقول أسألك بجاه البرع، ما معناته كده. هيوريك الآن الحافظ ابن جرير الكلام عنها، ويوريك ابن كثير الكلام عنها برضه. نعم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب وأوعد من العقاب اتقوا الله. يقول: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة في ذلك. وابتغوا إليه الوسيلة، يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. أيوة، يعني ابن جرير شيخ المفسرين قال الوسيلة يعني شنو؟ ها؟ قال ابتغوا إليه يعني أطلبوا، والوسيلة قال يعني القربة إليه بالعمل بما يرضيه. يعني الوسيلة ما أسألك بجاه فلان، إنما الوسيلة شنو؟ القربة إلى الله بالعمل الصالح ما يرضي الله. عرفت يا جماعة؟ ده قول من؟ ابن جرير. أحفظه الآن في راسك. لو صوفي قال لك الوسيلة يعني أسألك بجاه فلان، قل لك الضرب. الوسيلة ابن جرير الطبري قال القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه، أو التقرب، جيبه له بالمعنى
إلى الله بالعمل وليس جاء فلان. عملك إنت صالح، عملك إنت ده. نعم. ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس، ابن كثير حينقول لك الإجماع الآن، يقول لك إنه الوسيلة معناته التقرب بالعمل الصالح، قال لك ده لا خلاف بين المفسرين فيه، معناته ده شنو يا جماعة؟ إجماع، ما يجوز لأحد يخالفه. ما في واحد من العلماء قال الوسيلة يعني جاه فلان، الوسيلة تتقرب إلى الله بعملك إنت الصالح. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسبتي وابن زيد وغير واحد، ونقل عن قتادة قوله فيها أي تقربوا إليه بطاعته، ونقل عن قتادة قوله فيها أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. ثم قال ابن كثير وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. نعم. أما الآية الثانية، قتادة قال الوسيلة أي تقرب إليه بشنو؟ بطاعته والعمل بما يرضيه، يعني الوسيلة هي في النهاية التقرب إلى الله بالعمل الصالح، عملك إنت ذا. نعم. أما الآية الثانية فبين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، آية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وأصلا كلمة الوسيلة جاءت في القرآن بهذا اللفظ الوسيلة مرتين، في الآية الأولى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة المائدة 35، وفي الثانية يبتغون إلى ربهم الوسيلة الإسراء 57. أيوة. فبين رضي الله عنه، فبين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا هو المعتمد في تفسير الآية. يعني شنو الآية؟ يا أيها الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني في ناس من العرب كان بيعبدوا مجموعة من الجن يجعلهم آلهة لهم، والجن دي الأسلموا، والبشر ديك ما عارفوا إنه الجعلينهم آلهة دي الأسلموا، ولما أسلموا الجن هم ذاتهم بعد ما أسلموا بقي يتقربوا إلى الله، يبتغوا إلى الله الوسيلة يعني القرب إلى الله، ويرجون رحمته كمان، ويخافون عذابه كمان، عذاب الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول لهم أولئك الإنتو بتدعوهم ديل وتعبدوهم ديل هم ذات مسلم وبيجي يدعوني أنا ويعبدوني أنا، فكيف أنتم بتدعوهم هم بيدعوني أنا، وأنتم بتعبدوهم هم عباد لي وبيجوا يعبدوني كمان، ويبتغوا إلي الوسيلة يعني يتقربوا إلي، ده معنى الكلام. والآن في أرد على شبهة كبيرة جدا بجبوها الصوفية الليلة، يقول لك الآيات اللي بتقول هذه كلها ومن أضل مما يدعو من دون الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وغيره، دي في المشركين لأنهم كانوا بيعبدوا الحجار والأصنام. لا، نقول لهم من المشركين الزمان من كان منهم من كان يعبد مكلفين من الإنس ومن الجن، والدليل الآية دي أولئك الذين يدعون اللي بيعبدوهم وبيدعوهم ديل ذاتهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، في حجر بيبتغي إلى ربه الوسيلة، ويرجون رحمته، في حجر بيرجو رحمة الله، ويخافون عذابه، في حجر بيخاف عذاب الله. فدي رد على شبهة قوية كبيرة بيجيبوها جماعة. نعم.
ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهي صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى، ولذلك قال: يبتغون، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة. وهي كذلك تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة المخالفة لكل تفكير سليم، ظاهرة أن يتوجه بعض الناس بعبادتهم ودعائهم إلى بعض عباد الله يخافونهم ويرجونهم، مع أن هؤلاء العباد المعبودين قد أعلنوا إسلامهم وأقروا لله بعبوديتهم، وأخذوا يتسابقون في التقرب إليه سبحانه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، ويطمعون في رحمته ويخافون من عقابه. فقد ردت الآية على الذين يعبدون الأولياء أو يعبدون ساداتهم بحجة أنهم صالحين، فبين الله تعالى أن هؤلاء المعبودين هم أنفسهم محتاجون إليه سبحانه، ولذلك يتقربون إليه بالطاعات. أنواع التوسل المشروع، وهي ثلاثة أنواع كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية: الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما قال الألباني. ودليل هذا النوع من التوسل أيضا قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا شك أن أسماءه الحسنى تتضمن صفات له. طيب، الرجل دعا الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم، وردت عدة صيغ وألفاظ لاسم الله تبارك وتعالى الأعظم، وكلها من اسم الله الأعظم. فالرجل ذا لما دعا قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعا باسمه الأعظم، والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم أو الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. الإنسان يحفظ الدعاء ده ويقول: ربنا بيستجيب لك في كل خير، ويديك كل خير تطلبه من الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد والدليل من الحديث إن الرجل دعا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى فيما يقول. طيب، وأيضا من الأدلة على النوع الأول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي، كقوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. طيب، وين هنا؟ وين الدعاء بالعمل الصالح في الآية دي؟ أيوه. ها؟ نعم، توسل إلى الله عز وجل بإيمانهم. نعم. لا، قرب الصلاة. وقوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والآية دي الغريب إنه الجماعة المبتدعة الصلاة كلها غلط طبعا. تلقى مصلي كده مدلدل يدين وزي الراجل زول في الموقف، وبعد ما يسلم
ويستغيث بغير الله، وبعد ما يسلم يقول له الفاتحة الفاتحة، ربنا إننا آمنا بما أنزلت، كذاب طبعا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، كذاب، لا آمن بما أنزل ولا اتبع الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. أيوه. وقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دي كلها من الأدلة على التوسل بشنو؟ بالعمل الصالح، لكن عمل منو؟ عملك انت. ما ممكن تتوسل بعمل زول تاني. أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم، بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فسعيك انت ما ممكن تتوسل بسعي أحد تاني أو عمله صالح. شكلها حيجينا حديث: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ابن تيمية قال ده لا وجود له في شيء من كتب المسلمين، كتب الحديث عند المسلمين ما في. وطبعا الصوفي بيوهمك ولك رواه القشيري في الرسالة القشيرية، وده صوفي القشيري ما يوهمك ساي. لما تقول لي ما في كتاب من كتب الحديث ولك رواه القشيري أو رواه كان نجر ليسم كده، المهم من جرو اسماء، رواه الباجوري، باجوري دي عربية، فهذا كله كلام فاضي ساكت. أيوة. وكذلك حديث أصحاب الغار كما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة، لا ينجيكم، إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. وفي رواية لمسلم: فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عجبتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم، يفرجها عنكم. نعم، أو يفرجها، كله صحيح. نعم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط أغبق، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا. أغبق أغبق، انتبهوا لها يا جماعة، الهمزة مفتوحة كما ضبطها ابن حجر رحمه الله، والباء مضمومة، هتبقى كيف؟ أغبق أغبق لا أغبق. والغبوق هو اللبن الذي يشرب في العشاء. فيكم زول بتعشى بلبن؟ اللبن اللي بيشربوه في العشاء ده، يعني زول يشرب لبن وخلاص ينوم، ده عشاو، في ناس متعودين كده، فده اسمه الغبوق حقه. فالرجل ده قال: انا عندي ابوي وامي كبار في السن، وعندي زوجتي واطفالي والخدم حقني، ما كنت بقدم على ابوي وامي في العشاء البلبن ده، ما بقدم عليهم لا مرتي لا اولادي لا الخدم حقني. وده الصحيح يا جماعة، إنه الرجل فيكم أي زول متزوج أمه أول حاجة، بعد ذاك أبوه، بعد ذاك مرته وأولاده، ده الترتيب. يعني ما مرتك أول، لا لا لا، من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك. خلاص، لو الاثنين عيانين، أمك بين عيانة ومرتك بينك عيانة، وما بتقدر توديهم الاثنين لأنه بيكرهوا بعض، مرات النسوان بيكون بكتشنوا بعض، كيف امشي ودي امك اول حاجه، بعد ذاك تعال ودي شنو مرتك، لو امشوا مع بعض اول شيء امشي ودي امك، بعد ذاك تعال ودي مرتك، لو عندك قرش وامك محتاجه ومرتك محتاجه اول شيء تدي منو امك. هكذا قال العلماء، منهم ابن حجر وهو صريح الاحاديث والايات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. مع التوحيد طوال ربنا جابوا حق الوالدين، فده الأول قبل مرتك وقبل شوفها. والرجل ده توسل إلى الله بالحتة دي، قال: وكنت لا أغبق عليهم أهلا ولا مالا. أهلا قصد زوجته
وأولاده وبناته، والمال قصد الخدم حقه والرقيق، وده صحيح. فقال ما كنت بقدم على أبوي وأمي في الأكل وفي اللبن بتاع العشاء ده لا أولادي وزوجتي ولا الخدم ولا الرقيق. توسل بالعمل الصالح ده، عشان كده ربنا فرج عنه. فانتبهوا للحتة دي يا جماعة. نعم. فلا أبي طلب شيء، وفي رواية لمسلم الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى فنأى، يعني أخرني وبعدني، يعني أخرني وشنو؟ وبعدني. مشى يقطع شجر أو حطب، مشى بعيد، قام يتأخر، ما جاب الغبوق لأمه وأبوه لحد ما جاء راجع لقاهم ناموا. نعم. فلم ألح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبوق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أن تضرب استيقاظهما على يدي فلبثت والقدح على يدي أن تضرب استيقاظهما حتى برق وبرق، كله صحيح، حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الله أكبر. شوف الرجل ده عمله، ده عمل عظيم كيف، ومش عمل عظيم بس يا جماعة، الرجل ده كان مخلص في العمل ده. الثلاثة ديل أعمالهم صالحة لكن كانوا مخلصين فيها، وده السبب ربنا فرج عنهم. شكية دائما الإنسان المخلص ربنا بيجعل له من كل ضيقة فرج. أنت لو مخلص مع الله، حتى لو عملك الصالح بسيط وعلمك ذاته بسيط وحفظك بسيط، لكن مخلص قدر اللي عندك ده، مخلص لله تمام، ربنا بيجعل لك من كل ضيق فرج. ما تعاين انه نازل، والله يا اخي حضروا لك كثير، والله اذا كان فيه ناس كتار، والحضروا لك الخطبه كم، وضحكوا لي وسلموا علي بعد النصيحه، ده كله ما تعاين له. عاين انه شغلك ده يا الله عديل ولا فيه لك لا. الصبح عاين غير دي، اليوم التعاين غير دي، عارف انك هلكت. فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر، اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني. وده فيه هنا فائدة، معناته الرجل ده كان عنده علاقة معه، يعني بتمشي وتجي، وعشان كده بدليل انه شنو؟ راودة عن نفسها. وهنا بنبه الشباب بالذات مع وسائل التواصل الحديثه دي، انت بتخش فيسبوك وتويتر، ثاني في شنو؟ واتساب وهوس وغيره. فلما انت تخش قد بنت ترسل لك صورتها حبيبي تقول لك، عرفتها؟ فالزول لو ايمانه ضعيف طوالي يقول السلام عليكم. وطبعا الشيطان يجي يقول لك يا اخي اوعظها، مش هذا عندها لخبط لك بيتك انت. اها وتبدا ترسل لها محاضره للفوزان، الشيطان دردقك، وتبدا معاه علاقه، صح ولا ما صح؟ فده بضيع لك دينك والله، وبوقعك في الورطات دي. بوقعك في الورطه بالذات مع وسائل التواصل دي او المواصلات، برضه فيها بلاوي كثيره. الزول قدر ما بعدت من النسوان ديل قربت من الله. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الفتن كثيرة ولا ما كثيرة؟ أحسبها، ما قدرت أحسبها. لكن الفتن دي كلها إن رصيتها كده كتبتها، فتنة واحد، فتنة اثنين، فتنة ثلاثة، الفتنة أربعة. ما في فتنة بتضرك أنت كرجل زي فتنة المرأة. وكسلفي أكثر كمان فتنة المرأة. بتضرك أكثر حاجة. عشان كده انت كسلفي المفروض تكون ابعد حاجه من المجتمع بتاع النساوين ده. اوعك تقول والله اقدر ارسل لها محاضره لفوزان، خليها تمشي هناك تحضر الفوزان غادي غادي. ما تتورط انت. والله تتورط ورطه عجيبه خلاص. ودينك ده يبدا يتنصل شويه شويه. خف. بعد ذاك بتجيك البدع، لما تركب درب الشهوه بتجيك البدع برضه. وقد تدخل في الشركيات والكفريات. عشان كده السلف لما تكلموا عن البدعه قالوا البدعه بريد الكفر، بترسلك وتوصلك لشنو؟ الكفر. والمعصيه برضه بتوصلك للبدعه وتسوقك غادي. فانتبه، ابعد من النسوان ديل نهائي الا زوجتك. نعم.
حتى ألمت بها سنة من السنين. سنة يعني ضايقة أو جوع. نعم. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت. الدينار طبعا من الذهب، والدرهم من الفضة. يعني الدينار إذا حديدة مدورة، إذا شيء مدور كده، المدور ده كله ذهب جوه وبره، كله ذهب. 20 و120 دينار ده حاجة كثيرة. واحد ده نصاب السرقة اللي بيقطعوا فيها اليد ربع دينار، ده 120 دينار من الذهب. مش مطلب الذهب، هو كله ذهب، مكسره كده كله ذهب. حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض. وفي رواية لمسلم يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. الخاتم يعني تقصد لا تفتح الخاتم أو تفض الخاتم إلا بحقه، يعني غشاء البكارة، يعني ما يجوز لك تجامعني إلا بحقي، يعني إلا بالنكاح الصحيح، الزواج الصحيح. نعم. فتحرجت من الوقت. وده فيه دليل إن الزواج الصحيح كان موجود في من كان قبلنا، في أدلة تانية برضه. فكان حتى في قريش قبل الإسلام في 5 نوع من الزواج، 4 باطلة و1 صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءت سلالته دي كلها، جده وابو جده وابوه هو، كلهم جوا عن طريق الزواج الصحيح اللي كان موجود في الوقت ده. في البخاري سيدة عائشة رضي الله عنها بينت انه 5 انواع زواج، منها قالت نكاح اليوم، يعني زواج الاسلام ده موجود كان في الجاهلية، والاسلام جاء قرر وحرم الباقي. من الحرام الباقي قالت كان يجتمع الرجال 10 50 يجيبوا صف، فكلهم يجامع المرأة، ده يمشي وده يطالع وده يمشي وده يطلع كده. بعدها المرأة إذا حملت يجيبوها، يجيبوا تاني الرجال القبيل ديل يوقفوهم صف، فتقول هذا الابن ابنك أنت، تأشر بس لمزاجها بس، خلاص ده زوجها. نعم. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. شوف لأنه الدينار من الذهب، هنا قال 20 و100 دينار، وهنا قال وتركت شنو؟ الذهب. زول يقول كيف ده قبل دينار وقال ذهب؟ لأنه الدينار هو أصلا شنو؟ ذهب. نعم. فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث. والحديث فيه فائدة، وطبعا السلف نهوا عن القصاص، هم زي ناس خالد الراشد ومين عبد المعمين الأحمد ومين محمود الحسنات، يحكي قصة فارغة ساكت وغدره ما أمره من السلم، ما حصل لا في سلم لا فيهم، ده كله باطل، ديل السلف حذروا منهم. لكن القصص الصحيحة إنك تجيبها من القرآن أو شنو يا جماعة؟ السنة زي دي قصة صحيحة حكاها الرسول عليه الصلاة والسلام. يجوز لك أنت تحكي القصص أجات وين؟ في القرآن والسنة. أما تألف لك قصة ساكت وركب الموتر وما بعرف وأنا مالي ومالو، خطبة كاملة عن قصة وهم في وهم. نعم. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت من الأموال. فجاءني بعد حين فقال، يعني عنده عمال قول بنوا له في البيت مثلا، ده عنده قروش وده عنده قروش، اداهم كلهم الا واحد ما اداه لانه ذاك فات ذهب، فقام القروش حق الزول ده قام استثمرها ماله للزول الغايب، فبقت غنم وبقت بقر وبقت ابل وبقت رقيق، يعني بقت بمفهوم الليله بقت مليارات. لما جاء راجع اها فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الله أكبر.
شوف لأنهم توسلوا إلى الله بشنا يا جماعة؟ بأعمالهم هم الصالحة. وده دليل على أنه التوسل المشروع التوسل بعملك الصالح. وعملك إنت ليه؟ لأنه الأول يتوسل بشيء عمله مع والدين هو عمل صالح، والثاني بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه، والثالث بأداء الأمانة. فده دليل على أنه عملك إنت الصالح. فهؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة فاستجاب لهم وفرج عنهم دفع شبهة. أيوة، إذا قال الصوفي طيب الحديث ده، لكن الحديث الرسول قال انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم دلما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تجيبوا لنا دليل تستدل به والآن على المسلمين إن التوسل بعملك إنت الصالح؟ شبهة. نعم، دفع شبهة. إذا قال قائل إن هذه الأعمال جرت قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنطبق علينا على ما هو الراجح في علم الأصول، فلا تنطبق علينا على ما هو الراجح في علم الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. على ما هو الراجح في علم الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فالجواب أن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أهل الأصول اختلفوا في القاعدة دي، بعضهم قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وبعضهم قال شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخ. الصحيح إنه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. فإذا كان الصوفي عارف كمان ترجيح أهل الأصول إنه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وقام جاب لك القاعدة دي وقال لك الحديث ده الرسول قال ممن كان قبلكم، يعني ديك شريعتهم هم، وكانوا بتوسلوا إلى الله بعملهم هم، بعمل كل واحد عمله الصالح هو، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا كما هو الراجح من علم أهل الأصول. يبقى الموضوع الحديث ده ما بينطبق علينا الآن، دي شبهة كده. يلا نشوف الرد. نعم، فالجواب أن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحادثة إنما جاء في سياق المدح والثناء والتعظيم والترجيل، وهذا إقرار منه بذلك، وهذا أيضا هو خلاصة كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم، حافظ ابن حجر خلاصة كلامه إن النبي عليه الصلاة والسلام حكى القصة دي في صياغ شنو؟ المدح والثناء. فلو كان عملهم ده ما يشرع الآن في ديننا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن صح ولا ما صح، وحكى القصة، لكن قال هذا ليس ما يجوز، يعني لا يجوز الآن لأحد منكم أن يتوسل إلى الله بعمله هو صالح، لأنه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم ولا غيره تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم النبي حكاها في معرض الثناء عليه صح ولا ما صح؟ الأول بر والدينه وهذا مما دعا إليه الإسلام، الثاني عفى نفسه عن الزنا بعد قدرته عليه وهذا مما دعا إليه الإسلام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، الثالث بأداء الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحمل الإنسان وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فحثنا الإسلام على أداء الأمانة سواء كان أمانة الدين أو أمانة شنو؟ أمانة دنيوية. نعم، فهذا الحديث يدل على النوع الثاني وهو التوسل إلى الله تعالى. وإلا في آيات كثيرة ذكرناها سبقت إن الإنسان يتوسل بعمله الصالح. نعم، وهو التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، وقد بوب له في صحيح مسلم باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. تنبيه: المقصود بالأعمال الصالحة هي أعمال الداعي نفسه لا أعمال غيره، لأن هؤلاء الثلاثة توسل كل واحد منهم بأعماله الصالحة. لأن اللام مكسورة دائما. لأن هؤلاء الثلاثة توسل كل واحد منهم بأعماله الصالحة،
ولا يجوز أبدا أن يتوسل الإنسان بأعمال غيره، وهذا كقول بعضهم اللهم إني أسألك بجاه فلان إلى آخره، وكل هذا من البدع. زي ما بيعملوا الصوفية الليلة بجاه فلان، يقول لك بجاه فلان. طيب لو واحد قال اللهم إني أسألك بجاه المكاشفي مثلا، هل ده أشرك ولا ما أشرك؟ اللي بيقول أشرك منه ارفع يده. السؤال واضح. لو زول قال اللهم أسألك بجاه الكباشي، بجاه البرعي، بجاه النبي، أشرك ولا ما أشرك؟ ده ما شرك يا جماعة، دي بدعة ووسيلة إلى الشرك. دي بدعة ووسيلة إلى شنو؟ كله بدعة ووسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم أيوة، دي بدعة، ما كانوا السلف يقولوا كده. الدليل عدم وجود الدليل، هي البدعة أصلا الشيء اللي ما عنده دليل. البدعة هي الشيء المحدث. ودي جزاء الله خير، نرد على شبهة أخونا أبو عبد الله، إنه الصوفي يجيب البدعة ويقول لك جيب دليل إنه دي بدعة. يا أخي أنت قلت دي من الدين، هاي الدين عنده دليل، يعني ما يجوز ليزول يجيب حاجة في الدين إلا بشنو؟ بدليل. لكن ممكن تصنع مروحة بدون دليل، غيره وكل باسطة، ما بنجيب لك دليل الباسطة حلال، خلاص ربنا عمم قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، خلاص ده من الطيبات وكل. أما جبت حاجة في الدين، الميز إنك جبت حاجة في الإسلام في الدين، دي نحن بنقول لك جيب دليل، مش هو يقول لك جيب دليل، ما هو جاب حاجة جديدة أنت ولا هو؟ هو جيب دليل إنه الحاجة دي قاعدة في القرآن، في القرآن، أفتح أمسك أفتح في القرآن، فيه ما في السنة، فيه ما في، إذن دي بدعة. الدليل على إنها ما مقبولة وباطلة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وغير من شنو؟ من الأدلة. نعم. ها؟ لأنه هو ما صرف العبادة لغير الله، حجينا في تعريف الشرك وكذا. النوع الثالث هو قال اللهم، دعا الله، لكن دعا الله بطريق لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، الطريقة كانت غلط. أما إذا صرف العبادة لغير الله ما قال اللهم ولا قال يا الله، قال يا البرعي أنجدني وابزعني. الدعاء عبادة لما عبادة؟ عبادة بنص الآية والحديث. طيب فدعا غير الله سبحانه وتعالى، يبقى صرف العبادة عبادة الدعاء لغير الله، فقد أشرك وكفر بالله. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح كما ورد في السنة، فمن ذلك ما رواه البخاري. الرجل الصالح الحي الموجود، وحيجينا ربما القيد ده، لأنه قد يمسك الكلام يقول لك أنا والله توسلت بدعاء رجل صالح، هو ميت يكون دعا لك كيف؟ هو ميت دارك أنت تدعو له، أو ولد صالح يدعو له، مش هو اللي بيدعو، لأنه ميت يدعو كيف؟ نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء هي مش دار محل القضاة يعني، لا، هي أصلا دار كانت لعمر بن الخطاب ملكه، فلما مات رضي الله عنه كان عليه دين مديون، فقام باعوا البيت حق الدار دي وقضوا بيها دين عمر لأنه حقت وصلا، فسموها باب دار قضاء دين عمر بن الخطاب، كان يسمى كده فترة من الزمن، هذه دار قضاء دين عمر بن الخطاب. ما هذه؟ هذه دار قضاء دين عمر بن الخطاب. فلما بقت طويلة سموها دار القضاء اختصارا يعني. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال
اللهم أغثنا. وابن حجر استدل بالحتة دي، لاحظ الرجل ده في الخطبة يتكلم والنبي ما نهاه، مع أنه الكلام في الخطبة من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال إذا كان في كرب شديد أو أمر شديد زي ده ممكن، ده من فقه الفقه العظيم للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه النبي ما نهى ولا حصى، قال ادعوا الله أن يغيثنا وهلكت الأموال وكده. الرسول ما قال له اسكت أو ما تتكلم أثناء الخطبة، مع أنه الكلام أثناء الخطبة حرام، لكن الرجل ده قرأه بالذات لأنه كان في مجاعة والمطر ما نزلت، يعني الموضوع كان شنو؟ موضوع شديد. مثال الآن الخطيب بيخطب فولعت نار، أو جاء واحد جاري بسلاح دار يضرب الخطيب، فتقول من مس الحصى فقد لغى، أنا أنتظر أقعد بنينشك وبنينش الإمام ذات، فأنت قوم قوم ثبت الزول ده أو اطفي النار دي. ففيه في حاجة أو عقرب أو دبيب، أيوة برضه أحسنت، جاي ماشي عليك، جاي ماشي على أحد أعمامك الكبار وذاك ما شايف أو طالع على الإمام، أنت شفته أجري أقتله وتؤجر على ذلك وجمعتك صحيحة، وتعال راجع تاني أسمع، لكن يكون بقدر شنو؟ بقدر الحاجة. نعم. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سحاب. قزعة انتبهوا لها بالفتح في كلها، قزعة قزعة. نعم. ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. طيب السحاب معروف، والقزع قالوا هو يكون في بداية تجمع السحب وهو الصغير منه أو الخفيف منه. نعم. قال فطلعت من وراء والسلع، قال فطلعت سلع بفتح السين وسكون اللام، ده الضبط الصحيح زي ما قراها أخونا معتز، سلع. وسلع هو جبل قرب المدينة أو في المدينة. نعم. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. نعم. فلما توسطت الترس يعني الجبل الصغير، يعني الترس يعني شنو؟ الجبل الصغير. نعم. فلما توسطت السماء انتشر ثم أمطرت. مهم يا جماعة، الزول الداعية يضبط قراءة القرآن يكون صحيح ما يكون في خطأ، والسنة كذلك، لما تقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تقول كما قال الرسول، ترس ما تقول ترس، ما تلخبط الشغل، ترس لا تقول صحيحة، ترجع للضبط الصحيح. نعم نعم نعم. يا تو فوق الجواب آيات نقطة، لكن الموضوع ها حكاية النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة ما حافظ ابن حجر تكلم كلام كثير، دي خلاصة، دي الخلاصة هنا. نعم. ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا ستا، وفي بعضها سبتا، ستا يعني أسبوع كامل يعني، وسبتا يعني أسبوع كامل. وبعض العرب في البداية كان بيقولوا للأسبوع سبت، والأفضل يقولوا له جمعة. وليه كان بيقولوا له سبت؟ لأنه ده كان في المدينة الكلام ده، وعاشوا وكانوا اليهود برضو موجودين في المدينة، كانوا يعظمون يوم السبت، فكان اليهود يقولون للأسبوع سبت، سبعة يوم كلها بقولها سبت، لأنه أعظم يوم عندهم في أيام الأسبوع السبعة شنو؟ سبت. خلاص؟ نعم. فلذلك جاءت هذه اللفظة. أما الجمعة أعظم من السبت، وهي عند المسلمين كما قال الحافظ رحمه الله. نعم. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة يعني الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كده بتلقى في بعض الأحاديث إن الأسبوع بيسموه شنو؟ جمعة، وده الأصح وده الأفضل. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل
فادعوا الله يمسكها عنا. طبعا الاول جاء وقال ادعوا الله والمطر نزلت ستة يوم اسبوع كامل لحد الجمعة الجاية. فجاء الاعرابي ثاني قال ادعوا الله يا رسول الله خليه يمسكها يعني غرقنا. يعني قال فرفع رسول الله قيل نفس الرجل قيل نفس الرجل. نعم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة، أكمة بالفتح كلها يعني التراب المتجمع، يعني التراب المتجمع بيسموه شنو؟ خلاص تراب متجمع كده كثيف كثير كده عامل قبة كده تراب، ده شنو؟ دي الأكمة، وتجمع على الآكام. والضراب بكسر الضاء، الضراب قالوا جبل صغير. نعم صغير، جبل صغير. نعم. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، وبما أن التوسل عبادة من العبادات. طيب هنا الشاهد وين على أنه النوع الثالث؟ أيوة، إنه الرجل جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، والسؤال تسأل أحد تتوسم وتحسب فيه الصلاح إنه يدعو لك، ما فيه شيء، ما فيه شيء. ابن تيمية رحمه الله بس قال ما تكتر منا، يعني ما بس تبقى شغلتك كلها أدعو لي أدعو لي أدعو لي أدعو لي وأنت ما قاعد تدعو لنفسك، خلاص. فالمهم فيجوز، وده توسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي، لأن الرجل ده جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو شنو؟ حي، وبيخطب يوم الجمعة في المنبر. الإمام البخاري قال الحديث ده جابه في باب الدعاء غير مستقبل القبلة. من وين أخذ الفائدة دي؟ بخاري فقيه، يعني قال يجوز الزول يدعو على القبلة أفضل، وأحيانا يجوز تدعو أنت غير مستقبل القبلة يجوز. قال والدليل الحديث ده، ومن وين؟ أيوة حسنت، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، والزول على المنبر بيكون عكس شنو؟ عكس القبلة. نعم. فالأصل في العبادات التوقف إلا بدليل من الكتاب. ده كلام قبيل يا أبو عبد الله. الأصل في العبادات شنو يا إخواننا؟ التوقف. فزول جاب عبادة من رأسه، نقول له ما بيجوز، أقيف لحد ما تدينا مستند شرعي من الكتاب وشنو؟ والسنة. ما نحن اللي بنجيب له المستند، هو اللي يجيب المستند. نحن عندنا المستند اللي بيرده، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عملك ده ما عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عليه، جيب الدليل. موضوع انت المولد الغير وكل النوبة الحاجات اللي بيسووها دي كلها. فالأصل في العبادات التوقف إلا بدليل من الكتاب والسنة، وهذه الأنواع الثلاثة هي التي دل عليها الدليل، وليس هناك نوع رابع يدل عليه القرآن والسنة، فلا يلتفت إلى تلك الأقوال الخالية من الأدلة الصحيحة. فلا يجوز التعبد لله تعالى بالبدع، يقول التابعي الجليل. أو ده أثر مهم جدا لازم تحفظه، أثر مهم جدا جدا. نعم. حسان بن عطية المحاربي رحمه الله ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. سبحان الله، أي ناس أي قوم يبتدعوا يخطوا بدعة في دينهم ربنا ينزع عنهم من السنة الصحيحة مثلها. ابتدعوا صيام 27 رجب، طوالي خلوا صيام الاثنين والخميس، وخلوا صيام الثلاثة أيام البيض. بس صوب تقول له صوم الثلاثة أيام البيض أحسن لك من الرجب، يقول لك البيض يا ده ما فاهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال البصومة، قال فذاك صيام الدهر. أي بدعة جابوها بعد الصلاة ابتدعوا الفاتحة، فنزعت منهم السنة بتاع شنو؟ الاستغفار ثلاثا والتسبيح والتهليل كلها بقت ما في. أول ما يسلم وبكذاب تلقاه من كده سريع ما قاعد يسبح، بس داري يحصل الفاتحة قبل ما الجماعة بتاعنا القروش يطلعوا سريع.
الفاتح فاتح فاتح وخلى شنو؟ خلى السنة صلاة الفاتح. قالوا دي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم متعدل القرآن 6000 مرة. خلوا الصلاة الإبراهيمية التي أجمع العلماء كلهم أنها أفضل وأرفع وأحسن صيغة في الصلاة على الرسول. جابوا الفاتح لما أغلق وغلقوا بها رأسهم تب، وخلوا الصلاة الإبراهيمية أفضل صلاة. لو كان صلاة الفاتح دي مشروعة لو كان، فما بتساوي الصلاة الإبراهيمية بإجماع العلماء كلهم. ما بالك إن بدعة وكون يقولوا تساوي القرآن 6000 مرة، ده كفر ذاته، كفر لأنه تكذيب للقرآن. نعم. شبهات حول الباب والرد عليها. الشبهة الأولى ده بعد ده الكلام الجاي ده هو الأهم، لأنه دي الشبهات لازم تحفظ. أي شبهة هنا تحفظها حفظ عديل، تقوم من الصباح تسمعها تكررها تاني لو فيها غلط، تكون جاهز أسلحتك كلها جاهزة. جا صوفي مطرف في الجامع جنب بيتكم بس تلفت له قائم حديث التوسل باطل بس انتهى، تقوم تديه طالب العلم ولا الحديث الأول ده في إسناده فلان ابن فلان انتهى، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وداك فيه كذي، عبد الرحمن عبد الله بن مسلم الفهري وده فيه كده وده فيه كده، تدي تمام. بعد ذلك توري الحد إنه صاح التوسل إلى الله، التوسل ثلاثة المشروع كذا وكذا وكذا وكذا، تبين. نعم. الشبهة الأولى شبهة حول حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما، يحتجون على جواز التوسل بالأشخاص وحقهم وحرمتهم بحديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. قال طبعا بيفهموا إنه ونتوسل إليك بعم نبينا يعني بذاته هو، ده الفهم الأول، وده اللي حيناقشه الشيخ الألباني هسه بجاه العباس أو بمكانته أو بذاته. الفهم الثاني واحدين يفهم منه لما تقول له دعاء غير الله شرك، يقول لك لا عمر توسل بالعباس، ده ما عنده علاقة بدعاء غير الله، صحيح ولا ما صحيح؟ الحديث ده في التوسل لكن يتنوع بالتوسل، توسل بدعاء العباس ولا توسل بجاه وذات العباس، ده اللي حيناقشه الشيخ الألباني الآن. لكن كونه إنه الحديث ده قال تدعو الميتين ما فيه أصلا، برد عليهم لأنه قال كنا نتوسل إليك بنبينا، فلما مات بقى توسل بمنه؟ بالحي، الحي العباس. فلو كان فيه دعاء غير الله ما كان جابوا العباس، كان دعوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات والموضوع انتهى. نعم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ونحن والمخالفون متفقون على أن في كلام عمر رضي الله عنه كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا شيئا محذوفا لا بد له من تقدير. صحيح، لازم هم لازم يتفقوا معنا، لا يقولوا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، بيقولوا بجاه النبي وبجاه العباس أو ذات النبي أو كذا، عندهم هم ذاتهم شيء محذوف ونحن عندنا شيء محذوف. نحن عندنا دعاء نبينا والآن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا العباس، وهم عندهم الجاه. نعم. وهذا التقدير إما أن يكون كنا نتوسل إليك بجاه نبينا وإنا نتوسل إليك بجاه عم نبينا، وهذا على رأيهم، ده على رأي الصوفية على رأيهم هم. نعم. أو يكون كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا، وهذا على رأينا نحن. نعم. ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين. ما في احتمال غير كده صح؟ ما في. نعم. ليفهم الكلام بوضوح وجلاء. كلام. الكلام بوضوح وجلاء. ولا شك أن التوسل هنا كان بدعاء العباس لأمور عدة. أولاً قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقد بين الزبير بن بكار توسل هنا كان بدعاء العباس، ليه؟
لأن الحافظ ابن حجر نقل عن الزبير بن بكار في كتابه الأنساب، الأنساب ده كتاب الزبير بن بكار، نقل عنه زيادة من الحديث ذاته، في رواية فيها زيادة، لما عمر قال ونتوسل إليك بعم نبينا العباس، قام العباس عمل حاجة، ما قعد سائل أنه توسل بجاهه، عمل حاجة، الحاجة العملة دي بتورينا أن التوسل كان بشنو، بجاه العباس ولا بدعاه، نشوف عمر شنو العباس. نعم. وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس فيها صفة ما دعا به العباس لهذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال، يعني لما عمر قال ونتوسل إليك بعم نبينا، ها قام العباس طوالي قال شنو، فهم شنو ذات من كلام عمر ونتوسل إليك بنبينا، في من التوسل بالجاه ولا بالدعاء؟ لو فيه من التوسل بالجاه كان العباس قاعد ما عمل أي حاجة، ما توسل بجاهه خلاص وبذاته الموضوع انتهى، لكن لما عمر قال ونتوسل إليك بعم نبينا اللي هو العباس، العباس طوالي عمل له حاجة، ودي هي القصيدة عمر، وفهموها الصحابة كلهم. أها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فإذا تحفظ هذا الكتاب كرر أقرأه كثير، وأمشي أعمل به نصائح في المساجد اللي عندك جنبك، بترجع نفسك شنو؟ وراح تكون تعلمته وعلمت الناس وحفظته. السلف قالوا كنا نستعين على الحفظ بالتبليغ أو بالبلاغ، يعني تبلغ الحاجة اللي حفظتها بتثبت عندك طوال. وممكن تقسمه برضه، ممكن تقسمه في عدة نصائح أو عدة خطب تتكلم، تقسمه كل مرة تجيب شبهة وشبهتين وترد عليهم، تحفظ لك شبهة شبهتين وترد عليهم، بعشان تلقى نفسك حفظت الكتاب كله، الشبهات كلها والأدلة الصحيحة اللي فيه كلها، دي طريقة سهلة للحفظ. أقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: ولا شك أن التوسل هنا كان بدعاء العباس لأمور عدة. أولا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب. نعم، يعني عمر بن الخطاب قال لما قال و اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، العباس طوالي قام شنو قال؟ اللهم، يعني عمر شنو يا جماعة؟ دعا الله. إذا كلام عمر وإنا نتوسل إليك بعم نبينا المحذوف شنو؟ دعاء. التقدير وإنا نتوسل إليك بدعاء عمي نبي. نمرة اثنين، معناته التوسل اللي كان متوسلوا بالرسول برضو صلى الله عليه وسلم كان توسل بدعاء الرسول برضو، ما بيجاه إنما بدعاءه. ليه؟ لأن عمر ترك التوسل اللي كانوا بيفعلوه بالرسول بعد ما الرسول توفى، ولجأ يتوسل بالعباس، فعلم إنه التوسل اللي كان حاصل بالرسول اتعذر وامتنع بعد وفاة الرسول. فإذا كان التوسل بالجاه بجاه الرسول ما يمتنع، لأنه جاه الرسول في حياته وفي بعد وفاته عند الله أعظم جاه، صحيح ولا ما صحيح؟ ما كان حيمتنع. إذا نوع التوسل اللي كان بتوسل له ما بالجاه، نوع من التوسل ما يستطاع إلا بالحي، وهو التوسل بدعاء الرجل الحي، الرجل الصالح شنو؟ الحي. عشان كده عمر ترك التوسل بالرسول، قال كنا نتوسل إليك بالنبي فتسقينا، يبقى الآن ما بنقدر نتوسل بالنبي. ليه؟ لأنه التوسل كان الرسول بيدعو لهم بالدعاء، بعد وفاته ما بيجوز، ما ممكن تاني يدعو لهم. نعم. قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يوشف إلا بتوبة، للدعاء، لصفة ما دعا به العباس. إذا التوسل كان بشنو يا جماعة؟ بجاه العباس ولا بدعاه؟ بدعاء.
دي من أقوى الأدلة. تحفظ الأثر ده، الرواية التمامة دي التي رواها الزبير بن بكار في كتابه الأنساب، ونقلها عنه ابن حجر في فتح الباري. نعم. وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك. نحن ما دارين بعد إن شاء الله بعد الشبهات دي تاني يكون الصوفية عندهم أي شبهة يقدر يفكوها في أي محل في السودان، أي محل، وما شرط إلا أمشي أنا ولا أمشي شيخ أبو بكر ولا أمشي شيخ أحمد البدوي ولا كده، كلكم يصوف يفك شبهات في المسجد الفلاني طوالي، تدور تمشي هناك، تركب مواصلات، تمشي بحمار، تمشي برجلينك، تركب موتر عربية، المهم اللي بتتيسر السهلة بس وتصل هنا، ما تخلي لأي شبهة لا. ودي أقوى شبهة عنده في موضوع التوسل. نعم. وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخضبت الأرض وعاش الناس. فهذه الرواية أقوى حجة على أن التوسل كان بدعاء العبد بجاهه، وهذا يدل أيضا على صحة تقديرنا للمحذوف، وهو كنا نتوسل تقديرنا نحن قدرنا شنو على السنة إنه التوسل كان بشنو؟ بدعاء، كان بالدعاء. نعم. كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا، وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا. وكذلك حذف عمر له دليل على معرفة الصحابة كلهم على أن التوسل يكون بدعاء. أيوة، ليه عمر؟ عمر قال اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا، توسل بالنبي كان كيف؟ قبيل ذكرنا قصة الأعرابي يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب على المنبر، فالأعرابي يتوسل بشنو؟ قال فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا، توسل كان بدعاء الرسول. والآن لما عمر قال كنا نتوسل إليك بنبينا، الصحابة قالوا فيهم أن التوسل كان بشنو؟ كان بدعاء النبي. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، العباس طوالي قام دعا، ما قال لي قاصي شنو يا عمر؟ أتوسل كيف يعني، بالدعاء ولا بالجاهي ولا نعمل شنو بالضبط؟ أول ما قال ونتوسل إليك بعم نبينا طوالي قام شنو؟ قال اللهم اللهم اللهم. ده دليل قوي يا جماعة إنه كان مستقر عند الصحابة إنه التوسل المقصود نتوسل بشنو؟ بالدعاء. عشان كده عمر حذف الكلمة اللهم كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا فتسقينا، والآن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا العباس. العرب ما كان بيدوروا الكلام الكثير، العرب من لغتهم الفصيحة ما كان بيدوروا الكلام الكثير، إذا مفهوم عند الناس بيختصروا الكلام بقدر المفهوم. عشان كده القرآن نزل بلغتهم قرآنا عربيا غير ذي عوج بلغتهم هم. عشان كده قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. صوفي يقول لك ده مجاز، مجاز كيف في كلام الله؟ المجاز هو إرادة غير الحقيقة، وربنا قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كيف يكون فيه غير حقيقة القرآن؟ ده كفر بالله. طيب ما معنى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها؟ واسأل أهل القرية التي كنا فيها وأصحاب الإبل التي أقبلنا فيها. فلغة العرب كان عندهم الاختصار يا جماعة. ولا الليلة في بعض القرى عندكم ناس بيكونوا عرب بتلقاهم يختصروا الكلام، قلت ليك إت، قلت ليك إت، مش بيقولوا كده؟ هي أصلا شنو؟ قلت ليك إنت، حتى بالداري هم بيختصروا قلت ليك إت. فالاختصار ده كان من صفة شنو يا جماعة؟ العرب أصلا. أما العجم بيطولوا الكلام. هسه زولو بيعرف لغة إنجليزية أنا ما بعرف، لكن سألتها شيخ أبو بكر وراني، زول لو داري يقول حاجة بسيطة عشان يقول لك كلمة بسيطة، وانو عمار عمار ما كان احنا انا وهو بنعمل اللايف وبترجم، انا بقول كلمتين ونير، انا بقول الزوجة طلع برا الموضوع. سألت شيخ ابو بكر قال لي لا زوجة جوا الموضوع، لكن قال اللغة الانجليزية اصلا كده يعني زول ما بيقدر يعبر عن الجواو الا يطلع بغادي ويشيل موزة ويراجع حتى نجيب لك الموضوع عنه. لكن اللغة العربية لغة شنو يا جماعة؟ مختصرة مفيدة، عشان كده القرآن نزل بها، دي من الأسباب، لأنه قالوا هي أوضح لغة تعبر عما في ضمير وداخل الإنسان. الحاجة دارت أقولها طوالي بتطلع كف كده خلاص، أما ديك بيتكلموا كثير
حتى نديك الموضوع تفهم الموضوع المقصود. ولا كيف يا عمام؟ نعم. كذلك حديث عمر له على معرفة الصحابة كلهم على أن التوسل يكون بدعاء الرجل الصالح، وإلا لما حذفه عمر رضي الله عنه. فحذفه له دليل على أن أيوة حذف عمر لكلمة بدعاء عم نبينا وكنا نتوسل لك بدعاء نبينا، حذف بدعاء دي ده دليل قوي إنه الصحابة كان عندهم شنو؟ وإلا العباس ما كان قام طوال. وإنا نتوسل لك بعم نبينا العباس، اللهم ما نزل بلاء إلا بتوبة ولم يكشف إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وهذه أكفنا إليك. عرف طوالي إنه مقصود الدعاء، طوالي دعاء ما قال لي قاصد شنو. دي نقطة قوية جدا لمن فهمها وتأمنها. نعم. فحذفه له دليل على أن الأمر مستقر عندهم، والدليل على هذا علمهم أيضا كانوا يتوسلون، علمهم أيضا بأنهم، هنا في كلمة سقطت في الطباعة، بأنهم كانوا يتوسلون بأنهم. أيوة. والدليل على هذا علمهم أيضا بأنهم كانوا يتوسلون بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر هنا، وكما توسل ذلك الرجل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل المطر، وكان ذلك يوم جمعة وغيره كثير. ثانيا، لو كان توسل عمر رضي الله عنه بالجاه فلماذا ترك عمر التوسل؟ نعم، ليه خلى التوسل بجاه الرسول؟ والرسول صح مات الوقت ذاك، لكن جاهه موجود ولا ما موجود عند الله؟ أعظم جاه، لكن عمر ترك. لو كان التوسل بالجاه ما كان ترك التوسل بجاه الرسول ولو بعد وفاة الرسول، ما كان قال العباس نهاية، كان قال وإنا نتوسل إليك بنبينا أو بجاه نبينا، وسكت والمطر نزلت. لا ما قال كده، قال كنا نتوسل بالنبي بعد ما مات، الآن نتوسل بعم النبي، فقام عم النبي العباس دعا الله. فلماذا ترك عمر التوسل بجاه رسول الله؟ كل نقطة من النقاط يا جماعة تكفي لردع صوفية في الشبهات، أي نقطة بس حبستها واحدة وفهمتها كفاية، ما بالك لو عرفتها كلها. وذهب إلى التوسل بجاه العباس رضي الله عنه مع علم عمر التام أن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس رضي الله عنه ولا مقارنة. وانتبهوا يا جماعة، في بعض الإخوة يجيبوا الصوفي يقول لك نتوسل بجاه النبي، نتوسل بجاه الصالحين، يمشي يقول للنبي ذاته ما عنده جاه، ده كفر. ما عنده جاه كيف؟ جاه يعني مكانة عظيمة عند الله وقدر عند الله سبحانه وتعالى، وأعظم جاه هو شنو؟ جاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنبياء عندهم أعظم الجاه، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها موسى عليه السلام. ومع ذلك ترك التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم وتوسل بدعاء العباس رضي الله عنه، وذلك لأن أما الصالحين حقينهم المزعومين ناس برعي وصابوا نابي وغيره، هل كده يقول لازم يتلينوا صالحين كده خلي التوسل، تقول التوسل بجاه الصالحين بيوس تبي تقول يا البرعي أو يا الكباش، أثبت لي إنه ده صالحين عشان نثبت إنه عندهم جاه، عشان نتناقش هل بيجوز التوسل بجاه الصالح لما بدأ صالح؟ قال بيقول غير الله بيخلق صالح كيف والفاسد كيف؟ طيب. وذلك لأن عمر رضي الله عنه يعلم أن التوسل بالجاه لا يجوز، ولا يستطيع أي أحد من هؤلاء الصوفية أن يأتي بدليل صحيح واحد يدل على جواز التوسل بالجاه، وإنما الصحيح هو ثلاثة أنواع من التوسل: التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل بأعمالك الصالحة. بأعمالك، عشان ما بزول يتوسل بعمل شنو؟ بعمل غير. نعم. اعتراض وجوابه، يقولون ودي شبهة بجواب صوفي أنا سمعتها منه، لما تتكلم عن موضوع قصة العباس توسل عمر بالعباس الأخيري بيقوم بيجيبوا لك الشبهة دي، تقول لهم ليه عمر ترك طيب التوسل بالرسول وتوسل العباس؟ يقول لك عشان يجوز يبين لك الجواز، جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل وفلسفة فارغة ساكن. نعم. يقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ترك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوسل بعمه العباس رضي الله عنه، وكان ذلك لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. يضرب لك مثل بأن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أتى إلى صباطة قوم فبال واقفا، حديث صحيح، الصوفية بيجيبوا الحديث ده في البخاري، يقول لك مع أنه البول قاعد أفضل طبعا، لكن الرسول بال واقف في هذه الحادثة عشان يبين الجواز، فعلا كان يبين الجواز أنه يجوز تبول واقف، لكن بشروط طبعا، ذكر ابن باز وغيره وابن عثيمين أيضا أنه البول ما يصيبك وكذلك لا تنكشف عورته، زودي من تذيل ممكن تبول وانت واقف، مع أفضلية البول شنو؟ جالس. طيب ليه النبي بال واقف مرة من المرات؟ عشان يبين شنو يا جماعة؟ الجواز. والصوفية بيجيبوا لك الشبهة دي مع دي، نقول لهم ديك ما بتنطبق هنا، لكن ليه؟ لأنه الحال ما واحد. لما عمر بن الخطاب قال وإنا نتوسل لك بعم نبينا، والعباس قام دعا، الوقت ده كان في مجاعة والناس يموتوا جوعا، ما ممكن يخليهم يخلي التمسك بالوسيلة الكبرى إذا كانت جائزة، التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بجاهه، ويتمسك بالوسيلة شنو؟ الأصغر، وهو يرى الناس يموتون. هنا الحالة تختلف من موضع البول، هناك ما في موت، في موت هناك، دول بال واقف بال قاعد بيموت، ما عنده علاقة ده بيده. نعم. والجواب على ذلك ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إذ يقول كيف يمكن أن يخطر في بال عمر رضي الله عنه أو في بال غيره من الصحابة الكرام تلك الحذلقة الفقهية المتأخرة، وهو يرى الناس في حالة شديدة من الضنك والكرب والشقاء والبؤس يكادون يموتون جوعا، حتى سمي ذاك العام بعام الرمادة، كيف يرد في خاطره تلك الفلسفة الفقهية في هذا الظرف العصيب، فيدع الأخذ بالوسيلة الكبرى في دعائه وهي التوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك جائزا، ويأخذ بالوسيلة الصغرى التي لا تقارن بالأولى وهي التوسل بالعباس. لماذا؟ لا لشيء إلا ليبين للناس أنه يجوز لهم التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. أقول إن المشاهد والمعلوم أن الإنسان إذا أحلت به شدة يلجأ إلى أقوى وسيلة عنده في دفعها، ويدع الوسائل الأخرى لأوقات الرخاء، وهذا كان يفهمه الجاهليون المشركون أنفسهم، إذ كانوا يدعون أصنامهم في أوقات اليسر ويتركونها ويدعون الله تعالى وحده في أوقات العسر، كما قال تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، حاجة عرفوها المشركين تغيب عن عمر بن الخطاب، كيف المشركين مش بيشركوا في حالة الرخاء، في حالة الشدة والكرب دعوا الله مخلصين له الدين. كيف عمر الخطاب على الشدة والكرب يخلي الوسيلة الكبرى التوسل بالرسول لو كان جائز، ويتمسك بالوسيلة الصغرى أو الأصغر التوسل بشنو؟ بالعباس. كيف يرد في فهمه؟ نعم. وأمر آخر نقوله جوابا على شبهة أولئك، وهو هب أن عمر رضي الله عنه خطر في باله أن يبين ذلك الحكم الفقهي المزعوم، ترى فهل خطر ذلك في بال معاوية والضحاك بن قيس حين توسلا بالتابعي الجليل يزيد بن الأسود الجرشي أيضا؟ لا شك أن هذا ضرب من التمحل، لأن معاوية ابن أبي سفيان فطلب من يزيد ابن الأسود الجرشي تابعي من أئمة التابعين، قال ادعوا لنا الله، وكذلك الضحاك بن قيس برضو طلب من يزيد ابن الأسود الجرشي برضو قال لي ادعوا لنا، لما جاء قحط أو جاء زمن عصيب طلبوا منه الدعاء. فإذا كان عمر فاتت عليه الحاجة دي، معاوية بن سفيان رضي الله عنهما صحابي برضو جليل، هل برضو فاتت عليه خلى التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي يزيد ابن الأسود الجرشي قال لا يدعو علينا، وخلى التوسل بالوسيلة الكبرى إذا كان ذلك جيدا؟ لا شك أن هذا ضرب من التمحل والتكلف لا يحسن عليه. ثالثا
هناك سؤال نطرحه لهؤلاء الصوفية، لو كان توسل عمر بذات العباس لا بدعائه، إذن فلماذا قام العباس رضي الله عنه يدعو بعد دعاء عمر رضي الله عنه؟ رابعا، لما يؤيد أن التوسل كان بدعاء العباس لا بذاته وشخصه هو أن عمر رضي الله عنه صرح أنهم كانوا يتوسلون بنبينا صلى الله عليه وسلم في حياته، وأنه في هذه الحادثة توسل بالعباس. ومما لا شك فيه أن التوسلين من نوع واحد، توسلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوسلهم بالعباس. وأما توسلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كان بدعائه، وذلك بدليل ما رواه الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح لهذا الحديث بلفظ: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به. نعم، يعني طلبوا منه شنو؟ الدعاء بالسقيا. طلبوا الدعاء بالسقيا، يعني الموضوع موضوع دعاء. نعم، فيستسقي لهم يعني شنو؟ يعني يدعو لهم بالسقيا. كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون. فلما كنا في إمارة عمر استسقوا بالعباس، يعني الاستسقاء بالرسول، طالما عرفت بالرواية دي فيستسقي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو لهم. قال: فلما كنا في إمارة عمر استسقينا بالعباس، يعني نفس الطريقة. طريقة كان شنو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ طلب الدعاء بسقي الماء من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عهد عمر طلبوا من العباس أن يدعو لهم بسقي الماء. فالتوسلين من نوع واحد. نعم، فقوله فيستسقي لهم صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يطلب لهم السقيا من الله تعالى، لأن معنى الاستسقاء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير النفس أو الغير. أيوة، الاستسقاء. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستسقوا به فيستسقي لهم. استسقوا به يعني طلبوا منه شنو؟ هو يستسقي لهم، هو يعني طلب سقي الماء للغير من الله سبحانه وتعالى، يعني دعا لهم الله سبحانه وتعالى. نعم، وفيه قصدهم يستعبدوا البشر، فإذا استعبدوك بنظفوك. معصول تزرع تجد ارمي للشيخ، عندك ذهب تجد ارمي للشيخ، المرة عندها تجد ارمي للشيخ، قروش ترميها للشيخ، هم دايرين دي شكل يبلفوا ودوروا تعبون التعب ده كله. موضوع كله موضوع قروش بالمناسبة، شهوة، موضوع بتاع الشهوات بتاع مال وغيرها، ده خلاصة الموضوع بالمناسبة. وإلا الشيوخ الكبار ديل بالمناسبة كلهم عارفين على باطل، واللي بيسووا ده بيشرك عادي عارفين. واحد من الإخوة لقى شيخ كبير في صينية بتاعت سيمايا، قال لي وقدام الناس، قال لي: انتوا تخلوا الناس يسجدوا لكم ويستغيثوا بكم لما تموتوا ويدعوكم من دون الله، ده أسألك بالله ما شرك؟ قال له: والله عارفه شرك، لكن بقلنا أكل عيش. خلاصة الموضوع يا إخوان، والأحزاب اللافة دي كلها ناس ديمقراطية وناس مدنية وناس بلابدن كله، ده كله موضوع قروش بس. يعني كله حزب داري يأكل ويأكل الجماعة معه، والله ده كله الموضوع. والكفر اللافة ده وذاك يجيب صورة يقول دي صورة الله ودي صورة الآدم واللف والدوران، لأنه في ناس بيدعموا، في كفار برا خواجات بيدعموا بدولارات. ده خلاصة الموضوع. الدنيا بمرر لكم مخططكم هاي كم كده ورف بكافي المسلمين، ده الموضوع كله مصالح. لكن ربنا قال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا موضوع أكل أموال بيصد بيه عن سبيل، ده هو خلاصة الموضوع. لكن احنا مضطرين طبعا نصل ونجيب عشان نزيل الشبهات على الامه دي، لانه مفكوا شبهات، فنحن مضطرين واجب علينا نزيلها يا جماعه، لكن هم عارفين انه ده باطل. نعم، ويجيك الكوز والاخو مسلم
لما تتكلم وصفيه جوطه يقول لك لا ما هكذا ولا من الحكمة. هو ده يبقى رئيس اللجنة عشان ياكل الدكانين في طرف الجامع ده. مش هو دكانين وقف؟ صيدلية شنو ومخبز شنو وقف للجامع ده يسيب دي. يعني كده يقول لك الحكمة يا ولد أنا لانه لو الناس اتشتتوا والجامع ده اتفرتك الدكانين تاني ما بيجيو. ولا بد يعمل فيها صاحب حكمة عشان يبقى رئيس اللجنة المالية في لجنة الجامع. ولا وسط الموضوع. أنا بقيت بقدر ما بحثته. لقيت الموضوع ده برجع على الكرشة دي. قدر ما بحثته والله. واللكلكة بتاعت الحزبين شايفينها دي. يجوز التعاون مع أهل البدع. التعاون مع عبد الأيوسف وذلك جائز. طبعا هو عارف ما جائز. لكن عبد الحيدر نقاطة. وخلاص الموضوع يا اخوان. شيوخ كبار كان بيقول لنا لا يجوز تقعد في كرسي قاعد فيه مبتدع. كرسي ساكت. كرسي. كرسي كرسي. قال حتى بعد شهر وشهرين لحد ما يذهب حره. جينا قال شايل الكرسي غطيه فوق راسه. كرسي ذاته غطيه فوق راسه. كما ذكر عمر انهم كانوا يتوسلون به اذا اجدروا. ثم انهم بعد موته انما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه. فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء والمتوسل به الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كمن لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجزه عن التوسل به. وهو افضل الخلق واكرمهم. نفس المعنى الكلام. نعم. وهو افضل الخلق واكرمهم على ربه واقربهم اليه وسيله الى ان يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. الشبهة الثانية حول حديث الضرير. يلبس الصوفية في حديث الضرير الذي أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك. لما لاحظوا الرجل ده الأعمى جميل هنا موضوعه شنو؟ يعني هو أصلا عميان لكن بيطلب شنو؟ الدعاء. فلو كان موضوعه إنه ده يتوسل بجاه الرسول ما في داعي يجي. هو أعمى ويتعب ويجي لحد هنا لأنه الأعمى بيتعب. شكرا ذا قال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد وبيني وبينك هذا الوادي وفيه السباع و فأذن لي أن أصلي في بيتي. فشك إنه الأعمى بيجد مشقة يا جماعة فأي مشوار يطلع. فلو الأعمى يعلم إنه الرسول علمهم إنه الزول يتوسل بجاه الرسول كان جلس في بيته وقال اللهم أسألك بجاه النبي أن ترد علي بصري. فما عمل كده وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له أدعو الله لي. يبقى موضوع شنو؟ دعاء. دعاء. ما موضوع توسل بالجاه؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين الأعمى قال يا رسول الله أدعو لي الله. الله الله الله. ما دعا الرسول ذاته. الصوفية بيجيبوا لك الحديث ده يقول لك ده يدل على جواز إنك تشرك بالله وتدعو الميتين. وينه يا إخوانا؟ أسألكم بالله وينه؟ الأعمى قال للنبي أدعو لي الله 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 سبحانه وتعالى. وين هنا انه تدعو الميتين تدعو غير الله؟ وينه؟ ده رد عليهم ولا ما رد؟ رد عليهم. رد عليهم يا اخوانا. رد عليهم. نعم. فقال ادعو الله ان يعافيني. قال ان شئت دعوت لك وان شئت اخرت ذاك فهو خير. وفي روايه وان شئت صبرت فهو خير لك. فقال ادعوه. شوف الاعمى طلب الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام خير بين الدعاء والصبر. والصبر قال لي أفضل لأنه قال إذا ابتليت عبدي بي حبيبتيه فصبر لم يكن له جزاء إلا شنو؟ إلا الجنة. فخير بين الدعاء والصبر وقال لي الصبر أفضل. الأعمى قال بل ادعو. والرسول وعد وقال لي إذا دار ادعو بدعو لك وإذا دار تصبر خير لك. والأعمى اختار الدعاء الوعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم بيخلف الميعاد؟ لا. هل بيخلف الميعاد؟ ما بيخلف. اذا الموضوع ده موضوع دعاء توسل بالدعاء لانه الرسول دعا له. وحيجينا الادله. نعم. فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. لأنه لو قلت الوضوء بضم الواو ده الفعل، ولو قلت الوضوء بفتح الواو دي الموية التي يتوضأ بها المعدل الوضوء، وكذلك طهور وطهور، كذلك سحور وسحور. نعم كيف الصحيح؟ الاثنين صحيحات لكن كل واحد معنا براءه. الوضوء هو الفعل، والوضوء بفتح الواو هو الماء المعد لهذا الفعل. يبقى هنا حتكون ياتا وضوء. ها قال يتوضا فيحسن الوضوء، حتكون هو ولا و؟ هو، لانه المقصود الفعل، يحسن الفعل ما يحسن الماء. يحسن الماء كيف يعني؟ نعم. يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. ايوه من الادله برضه انه الموضوع ده موضوع دعاء. قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه. الشفاعه في اللغه يعني الدعاء، شفاعه في اللغه يعني الدعاء. قال اللهم فشفعه اي رسول الله في، تلعم بيقول كده، والشفاعه يعني الدعاء. يبقى اللهم فشفع الرسول فيني يعني شنو؟ اقبل دعاء الرسول فيني، معناته الرسول شنو؟ دعا عليه، وده دليل ثاني. وشفعني فيه يعني شنو؟ الشفاعة يعني الدعاء، يعني اقبل دعائي، لأنه الأعمى دعا إنه الله يستجيب دعاء الرسول فيه. فشفعه فيه يعني اقبل دعاء الرسول فيني، وشفعني فيه في الرسول ذاته، يعني اقبل دعائي في أن تقبل دعاء الرسول فيا. يبقى دعا عليه ولا ما دعا عليه؟ دعا عليه. عشان كده الشيخ الألباني قال الصوفية كلهم بيقطعوا الجزئية دي، وأنا سمعتها منهم أصحاب البابكر والفشلة والمجرمين ديل بيقطعوا الأخير ده، اللهم فشفعه فيه بشيلوها برا، وشفعني فيه برضه بشيلوها برا. قال لأنها تنسف بنيانهم من القواعد، أنه بتوريك أنه حديثة موضوع شنو؟ دعاء، دعاء، توصل بالدعاء. نعم. قال ففعل الرجل فبرأ. يزعم الصوفية أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقوم بلخبطه بلفظة يا محمد، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يعني بدعاء شنو؟ نبيك. وذكرنا الأدلة، شفعني وشفعه، والأعمج قال بل ادعو وادعو الله لي وكذا. بيقوم بلبس ثاني في يا محمد إني توجهت بك إلى ربي. محمد كان غايب ولا حاضر؟ كان ميت ولا حي؟ حي حاضر. يا هو ده موجود، يا محمد هو ده موجود. إني توجهت بك إلى ربي أي توجهت بشنو؟ بدعائك، زي حديث العباس جبيل ونفسي الأدلة اللي ذكرناها هنا، وحيجيك أدلة الآن وكلام. نعم. أو غيره من الصالحين. ويزعمون أيضا أن هذا الحديث يدل على جواز دعاء غير الله تعالى والاستعانة به والاستعانة بغيره سبحانه وتعالى. وأما قول العلماء في هذا الحديث فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني كيف يعني؟ هو التوسل ثلاثة، دعاء بأسماء الله عز وجل وصفاته، والقسم الثاني توسل بأسماء الله وصفاته. اثنين توسل شنو؟ دعاء الرجل الصالح. ثلاثة بعملك، بعملك الصالح. وقال لك القسم الثاني اللي هو شنو؟ بدعاء الرجل الصالح. نعم. فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل ادعو. يبقى الدليل الأول أن الموضوع موضوع شنو؟ دعاء. وقبليه ان الرجل جاء من هناك قال ادعو الله لي. اثنين كده. نعم. فامره ان يتوضا. الحديث قال شيخ الاسلام فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وشفعه في، فسال الله ان يقبل شفاعه رسوله فيه وهو دعاؤه. نعم. وهذا الحديث ذكره العلماء. طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل قال لي ادعو لي الله
قال لي إن شئت صبرت دعوت لك أو صبرت قال بل ادعو. ليه؟ قال لي امشي توضى وصلي ركعتين وقول الدعاء ده. قال العلماء ليجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الخير من أطرافه ويجمع له جميع أنواع التوسل الثلاث. إذا عمل الصالح اتوضى وصلى ركعتين ده عمل صالح. بدعاء الرجل الصالح أصلا سأل الرسول قال لا ادعو لي ودعا لي والنبي عليه الصلاة والسلام. ثاني فضل شنو؟ بأسمائه وصفاته قال اللهم. واللهم معناها يا الله، معناها يا الله. فعزفت يا النداء ليه؟ لا لا، للبداء بسم الله عشان ما يكون قبل الله في حاجة، ما هي يا الله فحذفوا الياء عشان تكون الله، وعوض عن ياء النداء المحذوفة بالميم فصارت الله أمة اللهم. فليكون اسم الله ما في قبله حاجة اللهم، عشان كده من أقوى يعني الألفاظ في الدعاء ومن أقوى الألفاظ توحيدا وعقيدة وإيمانا في الدعاء اللهم. نعم عشان كده علموا ليها. نعم لا لا، جنب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قال يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، أي توجهت بدعائك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى. ده كله قاعد. وهذا الحديث ذكره العلماء في ما يجوز يمشي بيته يقول الكلام ده، ما بيجوز. وده كلام الصوفية ذاته، لأنه هسه عندهم شبهتين في الحديث ذاته ضعيفات، روايتين ضعيفات منهم الكلام ده ذاته، إن يجوز في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ الدعاء ده وتقول يا محمد اللهم إني أشرك. كيف يا محمد؟ ما في، مات أو غايب. نعم. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح. وقال شيخ الإسلام طيب، والحديث مما يدل أن الموضوع توسل بالدعاء والموضوع موضوع دعاء، إنه العلماء ذكروا في معجزات باب معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه المستجاب، يبقى الموضوع موضوع شنو؟ موضوع دعاء. قال البيهقي رويناه في كتاب شنو؟ الدعوات. يبقى العلماء فيهم انه الموضوع ده موضوع شنو؟ توسل بالدعاء وليس توسل بالجاه ولا كده ولا كده. نعم. وقال شيخ الاسلام رحمه الله نعم بعدما ذكر حديث الضرير، فهذا الحديث نعم هذا الحديث فيه التوسل به الى الله في الدعاء. ده خلانا سيوزن وانا انا سوين اوزن ده لا ده الذي بالصفر بس اوزنها شويه ارخيها شويه بتاعي. نعم. فهذا الحديث فيه التوسل به الى الله في الدعاء شويه. نعم. وقال ايضا وهذا الاعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعائه اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفيع فيه، فعلم أنه شفيع فيه. ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال ادع لي، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله يا جماعة أنا قلته في ثنايا كلامي كده بخليه يمشي طوال. نعم. فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول في دعائه اللهم فشفعه في، فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه. نعم. وشفاعته. نعم، أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يعني شنو يا جماعة؟ بدعائي وشفاعته. نعم. كما قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا، ف
فالحديثان معناهما واحد. نعم، هناك حذف الدعاء وهنا تقدير الكلام برضو شنو؟ بدعاء نبينا. نعم. وقال المبارك فوري في شرحه، المبارك فوري ده صاحب كتاب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، في شرحه لحديث الضرير. وأنا جبته هنا عشان ما يقول لي قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ده شيخه. طيب المبارك فوري ده في النهاية ده صوفية ما يقدروا يقولوا ده وهابي ولا كده ولا كده. نعم. في شرحه لحديث الضرير: الحق عندي أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته جائز، وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح في حياتهم بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضا جائز. وأما التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم فلا يجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني التوسل بالموتى ما بيجوز، التوسل بالموتى إذا قال أسألك بجاه فلان وفلان ده ميت دي بدعة. أما إذا مشى سأل الميت ذات وده شرك أكبر مخرج من الملة، لو سمى توسل ولا سمى غيره ده شرك. نعم. وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم شفعه فيا. ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم به لم تكن حالهم كحال النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن. يعني لو واحد أعمى حفظ الدعاء ذاته وقام يتوضا وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في عجلة، وقال كده حاله ما حتبقى زي حال الزول ذاك، ما حيفتح زي ذاك، لأنه ده دعاء مبتدع. ده أصلا قالوا ويقصد به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له أدعو إنه الله يستجيب دعائي. طيب هل النبي محتاج إنه يدعو عشان الله يستجيب دعاء؟ ما محتاج. قالوا: لكن ليجمع له الخير من أطرافه أولا، وليعلمه الدعاء ثانيا، وليعلم الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمى الدعاء ثانيا. عشان كده ما في أحد من الصحابة أبدا، وكانوا في ناس عميان منهم عبد الله ابن أمي مكتوم وغيره، وكثير من الصحابة لما كبروا عموا، ما في واحد مشى قال الدعاء ده، لأنه ده كان توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو شنو؟ حي. بعد ما ماتوا ما قالوا، حتى العموا منهم ما قالوا كلام نهائي. أما الأثر الحقيقي إنه في واحد ومشى قالوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ده ما صحيح، يعني بين ضعفه. نعم. وقد لخص الشيخ الألباني شرح هذا الحديث وأنه يتكلم عن التوسل إلى الله تعالى بالدعاء، لخصه في نقاط مفيدة جدا. حيث يقول رحمه الله تعالى: يرى المخالفون أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين. ودير كمان دير ما زي مخالفيننا نحن، ما زي الصوفية حقنا، دير بيرون الحديث يجوز تدعو غير الله عديل، مش كمان جاه ولا ما جاه. إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه، وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيرا. وأما نحن فنرى أن هذا الحديث لا حجة له فيه على التوسل المختلف. يعني شنو التوسل المختلف فيه؟ بالجاه يعني. وهو التوسل بالذات، بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع الذي أسلفناه، لأن توسل الأعمى لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه. والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة، أو نفسه كثيرة. أولا
أن الأعمى إنما جاء إلى النبي إلى النبي أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وذلك بقوله ادعو الله أن يعافيني. نعم، الأعمى جاء من بيته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ادعو لي الله. يبقى ده ما موضوع جاه ولا ذات ولا دعاء للموتى ولا دعاء لغير الله، قال لا ادعو لي الله. نعم، فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره. نعم، ده السبب الجاب الأعمى والخلاه يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، لأنه يعلم إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول والإجابة عند الله من دعاء غيره. نعم، ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء له، بل كان يقعد في بيته ويدعو ربه بأن يقول مثلا اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيني وتجعلني بصيرا، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم، ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة يذكر فيها اسم المتوسل به، بل لا بد أن يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة، ويطلب الدعاء منه له. ويطلب الدعاء منه له. ثانيا، ده نفس الكلام اللي قلناه، إنه ما في داعي كان يجي من البيت، كان يقعد هناك ويطلب. نعم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده الدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. الأعمى اختار وأصر على إنه الرسول شنو؟ ما خيره بين يدعو له ولا يصبر أحسن له، أحسن له الجنة. فالأعمى اختار وأصر على إنه شنو؟ يدعو له. نعم. وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن شئت دعوت لك، فشاء الأعمى الدعاء. نعم. ثالثا، إصرار الأعمى على الدعاء بقوله فادع. فهذا يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له، لأنه خير من وفى بما وعد، وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق، فقد شاء الدعاء وأصر عليه، فإذا لا بد أنه صلى الله عليه وسلم دعا له فثبت المراد. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بدافع من رحمته وبحرص منه على أن يستجيب الله دعاءه فيه، الله دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح ليجمع له الخير من أطرافه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه، وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهي تدخل في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة كما سبق. نعم، يعني وابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة بالعمل شنو؟ الصالح. والرجل ده يتقرب بيته عمل صالح، اتوضأ وصلى ركعتين وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، وده كل أعمال صالح. نعم. وهكذا، فلم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه، ليكون الأمر مكتملا من جميع نواحيه وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى.
وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر، وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ واضح؟ نعم. أيوة. أي خطأ، في خطأ هنا. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في خطأ لغوي صفحة 12 السطر قبل الأخير، وقد وجه النبي مكتوب الله. أي نعم. أيوة. رابعا، إن في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يقول اللهم فشفعه فيا، وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته، على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه، إذ أن المعنى اللهم اقبل شفاعته فيا، أي اقبل دعاءه في أن ترد علي بصري، والشفاعة لغة الدعاء. ده برضو ذكرناه. نعم. خامسا، خامسا، إن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يقول وشفعني فيه، أي اقبل شفاعتي، أي دعائي في أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم، أي دعاؤه في أن ترد علي بصري. وهذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواه، ولهذا ترى المخالفين يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب أو بعيد، لأنها تنسف بنيانهم من القواعد وتجتثهم من الجذور، وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه. ذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعمى مفهومة، ولكن شفاعة الأعمى في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البتة. قال لأن ذكرنا قبيل، وزاد قال لأنه شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأعمى مفهومة، صحيح؟ وشفعه فيها، يعني أقبل دعاء الرسول في ندي مفهومة، لكن شفاعة الأعمى في الرسول كيف تقول؟ وشفعني فيه دي ما يقدر، بس يقدر يلفوه ويدوروه كيف؟ ما يقدر. نعم. فما يقدر أصلا، إلا يرجع إنه الموضوع موضوع توسل إلى الله بالدعاء، بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان كده هم بيقطعوها. نعم. سادسا، إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه بدعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولذلك رواه المسلمون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره، فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إذا فرضنا جدلا أن العلماء اختلفوا في جواز التوسل بالذات أو الجاه، فإنهم لم يختلفوا في جواز التوسل بالدعاء. طيب، إذا كان لو فرضنا جدلا إنه التوسل بالجاه مختلف بين العلماء، علماء قالوا جاهز، علماء قالوا بدعة، لكن التوسل بالدعاء العلماء كلهم اتفقوا إنه ده أمر مشروع وما فيه خلاف، فهل نقع في شيء مختلف فيه موضوع الجاه، ولا نقع في التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي المتفق عليه؟ نمسك المتفق عليه، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات وقد استبر لدينه عرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ده لو كان الصوفية دارين الحق بس كان يأخذوا القاعدة الأخيرة دي، الكلام ده كله خلي، الفات ده كله خلي، حاجة مختلفين فيها جاه يجوز ولا ما يجوز التوسل بالجاه، أما التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي متفقين إنها مشروعة، نحن وصوفية متفقين إنها مشروعة، فليه يأخذ المختلف إذا كان مختلف هو ما مختلف فيه وباطل بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. سادسا، إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لا قلت نعم، وذلك لما عليه من الأدلة الكثيرة،
فلما يأخذ الصوفية بالشبهة ويتركون المتفق عليه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وأيضا إنك تلاحظ أن كثيرا من الصوفية يعبدون شيوخهم ويدعونهم من دون الله تعالى، كقولهم مدد يا الدسوقي مدد، وكقول البرع السوداني. أنا قلت البرع السوداني لأنه في برع يمني. وين محمد كيف؟ في برع تاني، داك صوفي برضه وعنده ديوان برضه، وده البرع السوداني. أيوة، فأنا قلت البرع السوداني لأنه الكتاب ده يتوزع في السعودية ووير وفي الجزائر وكده، قد يقروا ناس لما يقولوا البرع ما عارفوا يتو برع، في اثنين برع كلهم مخرفين. أيوة، وكقول البرع السوداني في مدح مشايخه: فإن ضبط ذرعا في زمانك ناده تجده غياث الخلائق باد وحاضر. أعوذ بالله. فهم يدعون غير الله تعالى، وهذا شرك أكبر، ولكنهم يكذبون ويسمونه توسلا ليلبسوا على الناس دينهم، وهذه أكبر شبهة عندهم. يضللون بها الخلق ويلبسون بها الحق بالباطل. طيب نقف هنا، الباقي ده بعد الشبهات في زيادتين في الحديث ده برضه ضعيفات، نبينهم إن شاء الله المجلس القادم. إن شاء الله الكتاب بينتهي إن شاء الله، بفضلكم بعده بس الشبهات والأحاديث الضعيفة بس بنناقشها سريعا.